يا بلدي مصري مصري مصري. تشاهدون الآن اقرأ وارتقي مع شيخ أشرف عامر. ديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر. بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، مع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي. وصلنا إلى نصف الجزء. أخباركم إيه؟ بتحفظوا ولا كسلانين؟ عموما اللي كان كسلان ممكن واحنا بنقرا النصف الثاني من الجزء يستفيد من ان الجزء، يعني نصف الجزء الثاني فيه قصار الصور، حفظها سهل، معظمنا حفظه، ونراجع على النصف الايه الاول. ده مهم جدا. ما احنا اتفقنا بقى هنحفظ القران من خلال محفظ هيدخل لنا لحد البيت، والقران سهل، وبنبين ان هو سهل في كل لقاء بفضل الله تعالى. ورد اليوم سورة الأعلى، ومعي ومعكم ضيفين في الاستوديو كريمين. الضيف الأول الشيخ محمد الكاشف من العريش. يا حياك الله. أهلا بك، حياك الله شيخ محمد. شيخ محمد، أنت اتصلت بينا وقرأت في على الهاتف في البرنامج، وأنا دعيت حضرتك لأنك تكون ضيف معنا إن شاء الله، وتشرفنا. نشرف بهذا. وسعدنا بتلبية الدعوة. الله يخليك ويبارك. ونسعد بيك دائما إن شاء الله شيخنا. احنا نسعد بيك والله. ربنا يحفظك. بس زي ما سمعنا بقى الأداء الجميل على من خلال الهاتف، نسمع جمال يعني أداء أجمل من خلال الهواء إن شاء الله. قدام الكاميرا تبقى بس يلا. هتبقى إن شاء الله أحسن إن شاء الله. بإذن الله عز وجل. بإذن الله تعالى إن شاء الله. رفع الله قدرك. ضيفنا الثاني شاب صغير محب للقرآن، هو وائل نور الدين. أهلا بك شيخ وائل. أهلا حضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله. ولكن الشيخ دي كبير عليك. انت ازهري صح؟ صح. طب لما نقول الشيخ، ما انت ان شاء الله تبقى شيخ، يعني ان شاء الله ربنا يستخدمك في الدعوه ان شاء الله. ان شاء الله. حابب تبقى ايه؟ تبقى داعيه اسلامي، ولا من خلال وجودك في الازهر، ولا تبقى مثلا مهندس، طبيب، ها؟ مثلا مهندس واحفظ برضه القران وكده. يعني مهندس تحفظ القران. طيب ماشي ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. سؤال قبل ما ابدا اللقاء، في حالة غريبة قابلتني. كنت في زيارة لأحد أحبائي في المنصورة، والأخ الحبيب الأخ أحمد السيد عثمان كان معانا في العمرة منذ عامين، ورزق ببنتين من ضعاف السمع والنطق، من الصم وضعاف الإيه السمع، لكن عندهم همة غير عادية. هما في دراسة بيدرسوا وبيتعلموا، وبنته الأكبر اسمها إيناس، والصغيرة اسمها آية. إيناس خلصت دبلوم خاص بمدارس الصم وضعاف السمع. إيه الغريب؟ الغريب إنه قال لي ليك مفاجأة عندي. هما كانوا معانا في عمرة، كان هو والأسرة الكريمة كلهم معانا في العمرة. المفاجأة إن إحنا كنا أثناء العمرة بنتكلم عن القرآن، وكان لنا ندوات في الفندق بنتكلم فيها عن فضل القرآن وحفظ فضل حفظ القرآن وكتابة القرآن. فبنته الكبيرة إيناس كتبت المصحف كاملا بخط اليد. وعلى فكرة أعرفوا حاجة، إن إخواننا الأفاضل من الصم وضعاف السمع ما بيعرفوش يكتبوا ويقرأوا، لأن شغلتهم كلهم كل 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 الدراسة بتاعتهم بالإشارة، كل فهمهم بيبقى من خلال الإشارة. إشارة مين؟ إشارة معلم الإشارة اللي بيفضل يقدر يتواصل معاهم، وهم بينهم وبين بعض. قبل ما أوريكم المصحف اللي كتب فيه تقريبا 11 شهر، لأن هي مسجلة تاريخ، شوفوا الدقة بقى، التاريخ اللي كتبت فيه أول يوم كتبت فيه، و
تاريخ الانتهاء، وكمان بعد ما كتبته كان بتراجع فيه ووصلت لنصف المصحف المراجعة لو في نقطة ناقصة، أو هي رسمت المصحف بالكامل. وكانت بتقول لي يا شيخ، يعني من خلال الإشارة، أخوة كان بيترجم الإشارة، يعني أما كمل المراجعة. فقلت لها إن شاء الله أنت ما لقيتش حاجة في النصف الأول، مش هتلاقي مشاكل في النصف الثاني إن شاء الله. لكن قبل ما أوريكم المصحف اللي كتبته والخط الجميل اللي كتبته بيه، اللي رسمت بيه رسم المصحف والجهد، يعني هي كانت بتشير إنها كانت إيديها بتتعب أثناء الكتابة، لكنها كانت مصرة إنها تكمل المصحف تكمله. هي طلبت مني طلب وأنا بطلبه دلوقتي، وياريت تساعدوني في هذا الطلب للأستاذ محمود حسان. بتقول لي، طبعا هي الكلام كله كان عن طريق إشارة من خلال أخوها اللي كان بيترجم الإشارة، بتقول لي أنا بحب الشيخ محمود حسان جدا، لكن مش بفهم منه حاجة لأنها مش بتسمع. فقالت لي يا ريت رجاء، أنا بحب أتفرج على الشيخ، فأنا نفسي أعرف بيقول إيه، فرجاء توصلوا للشيخ محمد حسان أو الأستاذ محمود حسان إن يكون فيه مترجم إشارة لبرنامج الشيخ، لأن معظم أو كل الصم وضعاف السمع بيحبوا الشيخ. ودي يا ريت رجاء كل مشاهدينا الكرام يساعدوني في هذا الطلب، ويتوسطوا معايا لاختنا الفاضله الاخت ايناس عند الاستاذ محمود حسان، وانا متاكد ان هو هيلبي هذا الطلب باذن الله تعالى. اوريكم بقى المصحف. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المصحف لما كتب والد الاخت ايناس جلده لها بالشكل دوت، يمكن اخونا مصطفى يقرب الكاميرا عليه. المصحف بقى انا اوريكم الخط والاجتهاد اللي موجود فيه. هتلاقوا ان الصفحة بكل اللي مكتوب فوق وكل سطر ومكتوب على ورق ابيض، ويعني اظن شايفين، بصوا كده حضراتكم لو قلبت في اي صفحة هتلاقوها واخدة نفس رسم المصحف، شكل المصحف بالتشكيل، مفيش تشكيل نسيته لحد نص الاولاني هي رجعته، لكن انا ان شاء الله متاكد لانها كانت بتراجع وهي بتكتب. انا عايز اقول اختنا ايناس نموذج طيب جدا، ربنا يبارك فيها ويحفظها. امين. احنا فين؟ نعم. الاخت ايناس ما حفظتش القران، لان حفظ القران بالنسبه لها مشكله، محتاجه يترجم القران الى اشاره عشان تقدر تقوله، اتحرك بالشفتين. ويمكن انا واحد اخواننا حتى يعني النهارده لو ما تكلمناش على تعليق الايات فسامحوني، يعني انا يمكن الامر ده بصراحه يعني انا حابب اتكلم فيه. انا اتفقت انا واخ من اخواننا اللي هم بيترجموا الاشارات للصم وضعاف السمع اننا نشوف اليه لكيفيه توصيل القران لاخواننا واخواتنا من الصم وضعاف السمع. لازم نوصل لهم القرآن، ما ينفعش يقف في الصلاة كده ما بيحركش حتى الشفتين. أنا لما بقرأ القرآن في سري بحرك الشفتين، فاحنا عايزين نوصل لهم ده، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هنصل لهذا الأمر إن شاء الله. وأنا اتفقت مع أخ فاضل إننا هنعمل بعض التجارب ونشوف هنوصل إزاي لإخواننا وأخواتنا من الصم وضعاف السمع. لكن أنا عايز أقول سؤال بقى، حضرتك فين وأنت معافى سليم بتتكلم تقدر تقرأ القرآن؟ حفظت القرآن؟ طب أختنا الفاضلة حفظ القرآن بالنسبة لها هي ما تعرفش تحفظه إزاي، هما ما بيعرفوش يكتبوا إلا بعض الكلمات. يعني لما سألت والدها قال لي هي بتعرف تكتب بعض الكلمات اللي هي خاصة بالمطبخ بصراحة، قال لي يعني مثلا هي عايزة طماطم تعرف تكتب كلمة طماطم، لكن ما تعرفش تكتب جملة كاملة مفهومة. ليه؟ لأن لغتهم زي ما قلت لحضرتك كده. وإخواننا من ضعاف السمع والصم خد بالكم من حاجة مهمة جدا، ليهم عدد كبير في بلدنا وفي البلدان الإسلامية، لازم يكون ليهم اهتمام، لازم يكون نهتم بيهم لأنهم حاسين أنهم مجتمع داخل المجتمع.
لازم اتواصل معاهم. حضرتك بقى فين؟ حضرتك فين؟ ايه ده احنا بنتكلم في جزء عام عشان نحفظه، وكل مره بقول يا جماعه حفظتم، وانا متاكد ان في بعض اخواننا واخواتنا كسلانين. لا، محتاجين يبقى عندنا همه زي الهمه بتاعت الاخت ايناس. لازم والله. يعني انا بسال اختي ايناس بقول لها ايه مشروعك بعد كده؟ يعني انت كتبت المصحف، هتعملي ايه تاني؟ قالت لي مش عارفه. هي مش عارفه تعمل ايه. انتوا هتعملوا ايه بقى؟ على فكره هي طلعت معانا العمره مع والدها ومع الاسره الكريمه، بتقول طبعا من خلال اخوها اللي كان بيترجم الاشاره، بتقول ان هي نفسها تطلع العمره تاني. عارفين ليه؟ لان لما طلعت العمره في المره الاولانيه ما كانتش عارفه حاجه خالص عن الايه؟ المناسك وعن العبادات الخاصه بالعمره. بدات تعرف من خلال بعض البرامج المترجمه على الكمبيوتر بالاشاره، فحابة تروح تطبق ده. انت رحت كام عمره؟ هل عندك الاحساس ده انك تروح عشان تعيش مع المناسك؟ متهيألي رساله وصلت صح يا شيخ محمد؟ نعم فعلا وصلت ان شاء الله. يعني اتمنى ان الاخت ناس يكون ما فعلت في ميزان حسناتها، ويا ريت نقلد بقى هذا الامر. نكتب المصحف، اكتب ده، النظر في المصحف عباده، وحط المصحف قدامك واكتب برسم المصحف هتاخد حسنات قد كده. اولا عينك هتقع على القران، هتكتبه بايديك وممكن تحفظه من خلال الكتابه، وده مجرب بفضل الله تعالى. نرجع بقى لضيوفنا عشان نصحصحهم معانا. لا استمتعنا بهذه القصه. الله يرفع قدرك. هي ليست بقصه، هي واقع. واقع فعلا. نعم احسنت. لكن يعني اعلت الهمه. اعلت الهمه. ان شاء الله. ناوي تعمل ايه يا شيخ محمد؟ ناوي تكتب المصحف؟ انا فعلا. ولا ناوي تدعو لكتابه المصحف؟ ندعو لكتابه المصحف. احسنت. أوه. ربنا يبارك فيك. على فكره المصاحف عندنا بفضل الله تعالى مش مطبوعه بس، هي مطبوعه في الصدور بفضل الله تعالى. صح ولا ايه؟ اي نعم. في السطور وفي الصدور، وفي الصدور قبل السطور. نبدا بقى مع الشيخ محمد يسمعنا ان شاء الله ورد اليوم سوره الاعلى، فليتفضل مشكورا ماجورا باذن الله. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. كتير قوي. مد زيادة. إيه يا مولانا في إيه؟ النفس مساعد يعني ولا إيه؟ لا. بس زيادة كتير. طيب. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك يا شيخ محمد. لا أنت تقرأ معنا بعد كده على الهاتف أحسن. أنت قلقان ليه كده يا شيخ؟ أول مرة بقى. أول مرة، لكن المرة الجاية إن شاء الله مش هيبقى فيه القلق ده. إن شاء الله عز وجل. بإذن الله تعالى إن شاء الله. ربنا يحفظك. شيخ وائل أول مرة برضه معانا الآن؟ لا. ولا الآن نقدم لكم؟ الآن نقدم. طيب يلا اتفضل شيخ وائل نفس الورد إن شاء الله. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله في رعشة في الصوت برضو هنعتبر أول مرة كده لكن ماشي. تاني مرة أنا في كلام تاني لا من العصاية لا ما نقدرش لا من غير عصاية بالخرزانة رفع الله قدركما بالقرآن جزاكم الله خير. طيب أنا قلت ما فيش تعليق لكن أثناء الاتصالات هنعلق على الأخطاء اللي بنسمعها خارج الاستوديو أو من خلال اتصالات ومعنا اتصال معنا أثار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أثار ازيك يا شيخ أشرف كيف حالك الحمد لله تقرأينا مع الورد معنا الورد حضرتك وحشتنا وانت كمان وحشتيني كتير يا أثار قبل ما أقرأ لو سمحت اقرأ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ممكن أقرأ؟ اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بصي أثار أنا عايز أقولك على حاجة أنت قراءتك ممتازة وحروفك حلوة قوي معايا؟ بس أنا مش عايزك تعملي مجهود وأنت بتقرأي ما أقولش سبح اسم ربك الأعلى ده مجهود اسمعي مني كده سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى معايا؟ فخفي على نفسك شوية يلا سبح اسم ربك الأعلى ممتاز الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تمام والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى بارك الله فيك وما يخفى بارك الله فيك يا أثار أنت قراءتك ممتازة ممكن يا شيخ أسماء تقرأ ممكن بس أنا عايزك تقرأي على طول زي ما قرأتي دلوقتي كده إن شاء الله إن شاء الله اتفقنا؟ طب ادينا أسماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذة أسماء الحمد لله ها كملي بقى على أثار إن شاء الله إن شاء الله ممكن تدفع اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وليسرك لليسرى فذكر إن خدي بالك من حاجة أي راء عندي عند حفص اللي بنقرأ بالرواية بتاعته أي راء عندي ساكنة عند الوقف هقف عليها وسكنها قبلها كسر ترقق على طول تمام؟ إن شاء الله يلا وريني بقى فذكر إن لا مش كر فذكر بس هنا دي وصلا يعني وصلا ووقفا ها فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى خدي بالك من حاجة شيخ محمد دلوقتي هيقول لك إيه اوعي قلقلي ناحية الكسر مش قادي صح شيخ محمد مش عايز تقول كده شفت أنا حاسس بيك إزاي قادي لأ
هي قد أفلح. أفلح صح؟ معظم الناس على فكرة. يلا سمعاني. قد أفلح من تزكى. بارك الله فيك، أنت ممتازة يا أسماء. ها معنا الأستاذة هبة بجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا هبة؟ هبة من القاهرة. عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. ولا كويسة؟ الحمد لله. انا بحب قناة الرحمة دي او بحبك او بحب الشيخ محمد حسان. وانا والشيخ محمد حسان وقناة الرحمة كلها بيحبوك يا هبة. ماشي. ربنا يبارك فيك. ممكن اقرأ؟ ممكن تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. طب ما نكمل بقى، مش انت حافظة الصورة؟ اه. طيب ابدأي بقى من منين يا شيخ؟ وذكر اسم ربه. وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربي. وذكر اسم ربه. وذكر وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه فصلى. بل ألف. بل تؤثرون. وذكر اسم ربه فصلى. ها. بل تؤثرون الحياة الدنيا. جميل. والآخرة خير وأبقى. ها. إن هذا لفي الصحف الأولى. لفي الصحف الأولى. انت ممتازه يا هبه، ربنا يحفظك، ادعي لي كتير. معانا الاستاذه دعاء من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دعاء؟ أشرف. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه ولا كويسه؟ كويس. هتقراي معانا ان شاء الله؟ تدفعي ورد اليوم. تدفعي كام؟ طيب نعم، تدفعي كام؟ اللهم صل على محمد. طب يلا اقراي. بارك الله فيك وفي البرنامج الطيب. وفيكم الله بارك. ممكن أقرأ بعد كده أقول الحديث؟ ممكن. ها؟ ممكن. يلا. ادعي لي يا شيخ أشرف. يا رب أدلك بإيه طيب؟ ادعي لي إن أنا أحفظ القرآن. يا رب تحفظي القرآن وتكوني من أهل القرآن. إن شاء الله، ولك بمثل. بارك الله فيك، يلا. وادعي لخالتي جاية بكرة من بلد. تيجي بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. ممكن أقرأ؟ ممكن تقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قدر؟ قدر بس خدي بالك، هي قدر ولا قدر؟ قدر. 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 خدي بالك، قولي معايا كده صلى على النبي. قولي قد. قد. قدر. 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 ايوه كده. ها. والذي قدر فهدى. والذي اخرج المرعى فجعله حثاء احوى. سنقرئك فلا تنسى. انت ممتازه. الا ما شاء الله، انه يعلم الجهر وما يخفى. لا خدي بالك، خدي بالك، بص خدي بالك بس يا دعاء. يا دعاء. يا دعاء. يا دعاء. مش اسمعيني، مش انا بند عليكي. ها. بص يا دعاء، ما تقوليش يخفى، في الخاء. يخفى. يلا. ونيسرك لليسرى. بارك الله فيكي يا دعاء. ممكن اقول حديث؟ قولي الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنياء يشد بعضه بعضا. بارك الله فيك يا شيخ أشرف. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمضة جميلة ولذيذة على فكرة. انتوا هتسألوا مش يوم الايام بس، هتسألوا في البرنامج كمان ان شاء الله. يعني هسألكم في اخر الحلقة عن الاخطاء اللي موجودة في اللي بيقع فيها بعض القراء اخواننا، يعني ممن يقرؤون القرآن في الآيات، لان انا ما علقتش. فاسمع تعليقكم انتم ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله تعالى. ان شاء الله. معانا هدية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هدية؟
انت اول مره تتصل علينا؟ الحمد لله. ممكن اسمع؟ اقرأي يا هدية. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من ربك الأعلى الذي خلق الدواء والذي خرج مع في ايه في ايه؟ ما فيش كروته في القرآن. ها؟ اسمعيني اسمعيني يا هدية. هدية. هو الناس مش بتسمعني ليه؟ يا هدية. نعم. صلي على النبي. نعم. صلي على النبي. صلي على النبي. بص يا هدية. يا هدية. نعم. اقرأ القرآن كده زي ما أنا هقرأ كده، ماشي؟ ما تقرأش بسرعة. نعم. اسمعي بص، اقرأ القرآن زي ما هقرأه كده. سبح اسم، اقرأ القرآن زي ما هقرأه دلوقتي. ماشي؟ ماشي. سبح اسم ربك الأعلى. قولي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي فجعله سيئا أهوى. فسمت إلا ما شاء الله إنه يعلم وما يخفى. أنت جميلة يا هدية، عندك كم سنة يا هدية؟ عندك كم سنة؟ 5 سنين. بسم الله ما شاء الله، أنت ممتازة وجميلة. 5 سنين. أنت ممتازة وجميلة، ربنا يحفظك ويبارك فيكي وفي والديكي. جميلة هدية صح؟ هي هدية فعلا. هدية فعلا، 5 سنوات يعني. 5 سنوات وحب القرآن وسهران عشان تتابع البرنامج دلوقتي يعني، ربنا يبارك فيها وفي أطفال المسلمين جميعا. الأخت أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أشرف. وفيكم الله بارك. بعدين حضرتك اشكرك على النموذج المشرف اللي حضرتك قدمته لنا النهارده. ربنا يبارك فيكي. وبتمنى من ربنا ان هي بتكون سمعاني واخوها يترجم لها ويقول لها احسن الله اليكي وجزاك الله خيرا، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يكتب لك بكل حرف من حروف هذا المصحف حسنه. امين يا رب. امين يا رب العالمين. على فكره هي وهي بتعطيني المصحف قالت ربما يعني يعني حد يعمل زي ما انا عملت فيبقى في ميزان حسناتي يعني. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيكي يا ام محمد. اتفضلي حضرتك. من أول الورد. من أول الورد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خد بالك من حاجة، الطاء مفخمة تفخيم عالي في الشيطان. من الشيطان. ما قولش الشيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى، انت ماشي كويس بس نجيب الإخفاء بقى كويس. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. بارك الله فيك، بس خدي بالك كله بيقع في خطأ وعدم إظهار الخاء. يخفى يخفى، ما قلتش يخفى. يخفى. بارك الله فيك يا أم محمد، ربنا يحفظك. قراءة طيبة. معانا كريم من أكتوبر، السلام عليكم. ازيك يا شيخ أشرف؟ طب رد السلام الأول. السلام عليكم. يا كريم. السلام عليكم. انا اقول لك بقول لك السلام عليكم، تقول لي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه كده كده بقى، تقرا بقى وتتكلم. ازيك يا كريم؟ بس الله. كويس ولا كويس؟ الحمد لله. طيب هتقرا معانا ورد اليوم؟ كمل. طب يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى. بس خد بالك، بص أقول لك على حاجة، قلتي فسوى ما تريحش. فسوى فجعله عدى آية. عدى آية؟ طب استنى يا شيخ بس، خد بس مك... ها هات من الأول بقى. سبح اسم ربك الأعلى
سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. أيوة. الذي خلق فسوى والذي أخرج والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى والذي أخرج الموعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وما يخفى. وما يخفى. وما يخفى. مش يغفى، خد بالك يا شيخ كريم. يخفى. خد بالك بس، صلى على النبي. يخفى. أيوة كده، لازم أزعق يعني. يلا. ونيسرك لليسرى. بارك الله فيك يا كريم، أنت ممتاز، واستجابتك طيبة جدا، ربنا يحفظك. صلحها وضبطها تمام. تمام. ربنا يبارك فيك يا كريم. انا عايز اقول خدوا بالكم، الخاء والغين بيخرجوا من مكان واحد تقريبا، ففي مشكله، في ناس بتدي الغين بخاء والخاء بغين بسبب صفه واحده بس. الغين لو منعنا عنها، لو مشينا فيها النفس تبقى خاء، والخاء لو منعنا عنها النفس يبقى غين. تخيل بقى نفس يعمل كده غير حرف. عشان كده مهم ان احنا نطبق الصفات واحنا بننطق بحروف الهجاء. معنا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي نور، جزاكم الله عنا خيرا. خير جزاكم ان شاء الله. سلامي لاختنا ايناس، ونقول جزيتي عنا خيرا. بارك الله فيك. انا كنت وقفت والله في كتابه المصحف لحد سوره الانعام، كنت بكتب مع حضرتك لما حضرتك كنت بتحفظنا في الانعام. طيب ما تكتبي بقى حضرتك، كملي. وقفت الصراحه، فهي بتديني دافع ان انا اكمل. طيب ان شاء الله فيها. ان شاء الله جزيت عنا خيرا. ربنا يبارك فيكم ان شاء الله اختنا. ربنا يبارك فيها وينفع بيها يا رب، وبيكم ان شاء الله. أين أبدأ؟ أكملي بقى إن شاء الله. نعم. ونيسرك؟ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بارك الله فيكي، قراءة طيبة جدا، بس عشان ندي فرصة لأكبر عدد من مشاهدينا الكرام في الاتصالات. الأخ محمد من السعودية، السلام عليكم. أخي محمد. أهلا بك يا أخي محمد. كيف حالكم؟ في نعم والله والحمد لله. جزاكم خير إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. أقرأ؟ اقرأ بقى من أول. قد أفلح من تزكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله موسى أحوى سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا. بص أخي محمد، سنقرئك، قلقل كويس. ها؟ فسنقرئك فلا تنسى. مش فسنقرئك، إلا ما شاء سنقرئك الله. أخي محمد الصوت مو واضح، سمعني كده كويس؟ صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. مفيش فاء. سنقرئك فلا تنسى على طول. سنقرئك فلا تنسى. تمام ان شاء الله. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفع. انت بتقرا كده ايه يا شيخ محمد؟ انت بتقرا الورش ولا ايه؟ فذكر ان. فذكر ان. فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى. ساكن الشين بقى. الذي يصلى الأشقى، مش الأشقى، الأشقى.
الأشقى. أيوة نعم، حضرتك بتحرك الشين بس ف... ها؟ سكنها. نعم؟ سكن الشين بس. الأشقى. وسيجنبها الأشقى. تمام تمام. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أخي محمد، أخي محمد معك. بارك الله فيك، يعني أداءك جميل جدا جدا جدا، محتاج بس تظبط الغنن ها وبعض الحروف الساكنة بس، وهتلاقي نفسك أنت ممتاز يعني، وبعض المدود. لكن أنت طيب، ربنا عندك أداء طيب جدا، ربنا يحفظك. معنا الأخ كريم من المنصورة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أشرف؟ ازيك يا شيخ كريم؟ بارك الله فيك وفي هذا البرنامج وفي ضيفيك الكريمين. وفيك الله بارك. شيخي الحبيب، بارك الله في الأخت الفاضلة إناس صاحبة هذا المجهود الكبير، وأدعو الله أن يبارك فيها وفي هذا المجهود، وبارك الله في والديها، وجعل الله ما فعلته عوضا لها عن سمعها. آمين. اتفضل اتفضل حبيبي، ربنا يبارك فيك وجزيك خير على كلامك الطيب، على كلامك الطيب. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. ليه ما انت ماشي حلو يا شيخ كريم؟ ونيسرك لليسرى. بارك الله فيك، ممتاز شيخ كريم، انا بيعجبني قراءتك، ربنا يحفظك وادائك الطيب الجميل. معنا بلديات بقى الشيخ محمد، الاخ احمد من العريش. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازيك حبيبي، ربنا يفيك شيخ احمد. الله يخليك. اولا قلبي تغمره السعاده والفرح لرؤيه ابن عمي، بل اخي الاكبر، على شهاده الفجر. يعني انا اتمنى له كل خير، ان هو انسان يستاهل كل خير. ربنا يبارك فيك وفيه ان شاء الله. الله يعزك، ويعني يكفي ان اتصل بقناه الرحمه، انا كنت هاجي معاه النهارده ولكن لولا ظروف الثانويه العامه فيعني لم اوفق. يعني اسال الله ان ييسر لك الامتحان. امين. نعم، اسال الله ان ييسر لك الامتحان. اللهم امين. اللهم امين، وان تكون من الناجحين. اللهم امين، انت وكل طلبه المسلمين ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. وانا لسه بدكتور اقول المقدمه الاولى بس ان انا بعز محمد انه اخي زي ما قلت لحضرتك، وربنا يكرمه وان شاء الله ياخد مستقبل وفرصه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. واخي طيب، وانت طيب، واهالينا في العريش كلهم يعني طيبين. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يبارك فيكم. اسمعك بقى ولا ايه؟ بسم الله. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أنت جميل جدا يا شيخ أحمد، بس خد بالك خد بالك، هي خلق ولا خلق؟ خلقة. ايوه كده، فخم الخاء كويس عشان الخاء هنا في مرتبه عاليه لانها محركه بفتح. الصوت بيردد يعني ايه؟ سامعني كده؟ اه سامع كده حضرتك. الحرف المفخم اذا حرك بالفتح كان في اعلى المراتب. تمام تمام، يعني صوته بقى قوي. خاء خالة. الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. خد بالك انت ماشي كويس بس في الغنة الإخفاء تنسى تنسى. أيوة كده. سنقرئك فلا تنسى إلا توصل على النبي صلى الله عليه وسلم. خليها عليك شوية وزود الغنة شوية. فلا تنسى. تمام. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. بارك الله فيك. يعني واضح إن أهلنا في العريش بيتميزوا بالصوت يعني الجميل. ربنا يخلي حضرتك بس هو بس صدى الصوت في التلفزيون مخلينا اتلخبط. وانت مالك ومال التلفزيون؟ ده احنا بنقول محدش يسمع نفسه في التلفزيون وهو بيقرا في التليفون صح؟ لا والله بس صوت التلفزيون عالي عندنا شويه في البيت يعني. طب ده ينفع الكلام ده؟ لو اعرف كده ما كنتش خليتك قرات يا شيخ احمد. بارك الله فيك شيخ. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يحفظك حبيبي. بارك الله فيك ربنا يحفظك. معانا الاخت الاء من المنوفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. شكرا. خيرا جزاكم ان شاء الله. والله انا ليت عليك على ما كنت في اول الحلقه. اولا على الاخت ايناس. ان شاء الله. تفضلي. اضم صوتي لصوت حضرتك لان هم الصم والبكم في مصر نسبه عاليه جدا. على فكره هم مش بيحبوا كلمه البكم عشان كده انا تعمدت ان انا اقول ضعاف السمع. خلاص. يعني هم انا تعمدت ان انا اقولها يعني في كلامي الصم وضعاف السمع لان هم مش بيحبوا الكلمه ديت يعني. خلاص ماشي. ثم بعد فعلا لان هم في مصر. انا قلت بس لا ده انا مش انا قصدي اقول لحضرتك ان هم فعلا يعني لو حد التقى بيهم وحب يوصلهم بالاشاره يبقى الصم وضعاف الايه السمع. واحنا برضه يعني واجب علينا برضه ان احنا نتعلم لغتهم يعني عشان والله هم نسبه عاليه في مصر فاحنا مش عارفين نتواصل معاهم وهم يعني. انت عارفه حضرتك انا حسيت بعجزي وانا مش عارف اوصل لها حتى كلمه شكرا. ايوه فعلا. فالامر محتاج مني ان انا اتعلم فعلا. يعني في ناس والله يشقش بيقابلني في الشارع وهم بيقولوا السلام عليكم بلغتهم انا مش مدركه بس انا برد عليهم السلام. انا عارفه ان دي عندهم السلام عليكم. طب ما احنا نخليها دعوه عامه كده لكل المسلمين والله انهم يتعلموا ولو القليل من الاشارات حتى يستطيعوا التعامل مع اخواننا. ايوه فعلا. هي لان الاجازه الصيفيه بدات الحمد لله عند كتير من الناس وهم يستغلوا الاجازه دي في ان شاء الله نخليها دعوه ان شاء الله. ويا ريت والله قناه من القنوات تعمل برنامج خاص بتعليم الاشارات يعني. أيوة. يعني والله احنا دايما بنحلم وبدايه اي عمل بيبقى حلم يعني لان هم العقيده عندهم يعني مش عارفين اي حاجه عن الدين خالص لان هم مش عارفين اي حاجه. عايز اقول لك على حاجه والله يمكن هم يعني عقيدتهم افضل من ناس كثيره يعني. بفضل الله تعالى يعني. ايوه على الفطره. احسنت. فربنا يختار لنا كل خير ان شاء الله. اتفضلي يا اخت الاء. اكرم اوفين. ابداي من اي موضوع ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى. خذ بالك ما تقوليش الكبرى الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بارك الله فيك يا اختي الاء. ندي بس فرصه لاكبر عدد. احنا معانا وقت قد ايه ان شاء الله مخرجنا استاذ ياسر؟ طيب احنا هناخد الاتصال ده ان شاء الله وبعدين لان احنا ما علقناش فنعلق مع ضيوفنا عشان حتى نسمعهم. طيب اخر اتصال معنا الاخ محمود من اكتوبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اهلا بكم شيخ الفاضل. اهلا بك. كيف اخبارك؟ في نعم والله والحمد لله. الحمد لله. اشترك في البرنامج. اتفضل يا شيخ محمود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. خد بالك يا شيخ محمود. سبح اسمي. سبح اسمه. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. طب خلاص سلام بقى. الذي خلق فسوى.
الذي خلق فسوى. كويس. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أخ محمود، أخ محمود سامعني؟ أيوه. ربنا يبارك فيك، أنت قراءتك كويسة، ربنا يحفظك. طب أنت قلقان ليه؟ يعني أمال لو جيت بقى في الاستوديو هتعمل إيه؟ هنعذر بقى ضيوفنا صح؟ مش عارف. يعني نعذر الضيوف صح؟ ربنا يبارك فيك ويحفظك. جزاك الله خيرا أخ محمود. فضلنا وقت قليل، عايز أعرف الأخطاء، وقبل بس ما أعرف الأخطاء ياريت كنترول ينزل الإيميل الخاص بالبرنامج عشان لو حد ليه سؤال. وأنا سامحوني الأسبوع اللي فات بس كنت يعني مضغوط فما شفت الرسائل، لكن إن شاء الله الحلقة القادمة نرد على الرسائل كلها إن شاء الله. الإيميل دلوقتي موجود على الشاشة وموقع القناة للي عايز يسمع حلقة هذه الحلقة أو حلقات سابقة بإذن الله تعالى موجودة على موقع قناة الرحمة الفضائية. نسمع بقى الشيخ محمد والأخطاء الشائعة. الذي خلق فسوى. خلق ده يعني كان كثيرا في حتى في الاتصالات. تمام، سنقرئك. نقول الصح، ما احنا لازم نقول الصح. الذي خلق فسوى. خلق فسوى. نعم احسنت. سنقرئك فلا تنسى. يا فلا تنسى يعني ضيع غنه الاخفاء. اي نعم، النون عندنا معلاش حاجه وجاج بعدها لام ولا راء، يبقى في عندنا غنه متركبه، ده غنه اخفاء. تمام، احنا دايما بنعلم برسم المصحف. تفضل. قد افلح من تزكى. من تزكى. هذا الخطا الاخفاء. اي نعم الاخفاء برضه النون عند التاء ولا القلقله. قدي برضه. طب القلقله حركه بايه؟ يعني اللي عجبكم تحريك امال قرب من الفتح ولا قرب من الكسر ولا قرب من الضم؟ امال الناس تعمل ايه؟ والقرآن سهل يعني. ايوه كده، عايز اقول لك على حاجه، ان احنا لا بنحرك للفتح ولا بنحرك للكسر ولا للضم، احنا كل حكايه بنهز المخرج وهي بطبيعه الحال تاخد جزء من حركه الفتح. تمام تمام. يبقى احنا فين الكلمه؟ قد افلح من قد 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 ايه اللي خلاني اقول قدي ولا قد افلح؟ ما ينفعش خالص. قد افلح. ايوه كده صح يا شيخ وائل. صح. طيب هسمعك انا لسه. ماشي. اتفضل شيخ. لا بعد ما تكلم حضرتك ان شاء الله. قد افلح من تزكى. ايضا والحرف الخاء والاخره خير من الاولى. والاخره خير وابقى. وابقى. والاخره خير وابقى. طيب والاخره خير وابقى. صوت الخاء اخ اخي راتو خا خا. تمام. وخير وابقى، في ناس برضه خير وابقى. اللي هو الادغام. تمام، اللي هو النون التنوين في الواو. اي نعم. بارك الله فيك شيخ محمد. شيخ وائل. رك اول حاجه سنقرئك فلا تنسى. ايه بقى اللي فيها مالها؟ سنقرئك فلا تنسى الاخفاء بتاع الاخفاء بتاع النون. ايه تاني انت سمعت؟ حرف الخاء بتاع اللي هو قريب من اللي هو مخرج الغين. ابدال الخاء بغين. يغشى. ويغشى غير يخشى خالص، المعنى مختلف خالص. تمام تمام. ايه تاني؟ شكلي انا اللي اعلق ولا اكمل التعليق. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا عم سامح. دلوقتي انا هقول على خطأ بقى منتشر جدا، ونهايات الايات كلها في سوره الاعلى بألف، وفي ناس بتقف على الالف ده بهمزه بعد الالف. يقول سبح اسم ربك الأعلى. أعلى الذي خلق فسوى. إيواء دي مفيش همزة عندي، في واء هنا؟ مفيش. تمام. تبتدي بألف. والذي أخرج المرعى. إيعاء دي مفيش عاء. طب ليه يا جماعة تعملوا كده؟ عشان الخطأ فين؟ إن أنا بقطع الصوت عند حرف المد، وحرف المد كما قال الإمام الجمزوري حروف مد للهواء تنتهي، ولا الإمام ابن الجزري في المقدمة حروف مد للهواء يعني تنتهي بانتهاء الصوت والهواء. أما أقول قو قا قي، شوف المد بينتهي معايا مع الصوت زي أول ما ينتهي الصوت والهواء خلاص، لكن فاش أقول إيه قا، لا ما اقطعش انا الصوت، اسيبه يمشي لوحده. الاعلى الاعلى الاعلى. ليه يا عم تعمل في نفسك كده؟ ده انت بتعمل مجهود عشان تجيب همزه.
طب وليه انت مش مطلوب منك تجيب همزه؟ لان مفيش همزه اصلا، ده انت زدت في القران حرف وعملت مجهود، واحنا بنتكلم على ان القران سهل صح؟ مش احنا قلنا كده من شعار؟ احنا عندنا شعارين في البرنامج، الشعار الاول القران سهل ويسير، رب العزه يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، والشعار الثاني المحافظ جاي لك هتستقبله ازاي؟ اوعى تقطع على اي مد يقابلك في القران، موسى عيسى، ايه يا عم عيسى دي؟ هي موسى عيسى الاعلى فسوى، ليه تتعب؟ الخطا الثاني ان انا ممكن اضيع صوت الخاء خالص وما يبقاش في خاء واسقط الحرف، مش ابدله بغين بس، اقول يغشى، انا والله ما جبت خاء، يغشى يغشى، اسمع كده يخشى يخشى، ده صوت الخاء بس اوعى تزوده عن كده، ما تقولش يخشى صعبه. معظم القراء برضو غلطوا فيها، ها؟ معظم اللي قرأوا غلطوا في الخاء اللي ضيعها واللي ابدلها بغير. لا احنا عايزين نعتاد بقى نتعلم كيف نقرا القران كما قراه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني في بعض اللي اتصلوا علينا وهو بيقرا القران، انا بحس بالمعاناه اللي بيعاني بيها اللي بيعانيها من خلال القراءه، وانا بتعب انا كمان، يعني انا بسمع حد بيقرا كده سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، شوف المجهود اللي ببذله، اسمع بقى كده سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، بس ولا بعمل مجهود ولا سايب ايدي، القران لا يحتاج مني الى مجهود. يعني تخيل ربنا ييسره واحنا بنتعب نفسينا، والله مش قابلين التيسير، ما ينفعش، القران سهل جدا ويسير. طيب احنا خلصنا الكلام على التعليق، وفي الوقت المتبقي انتوا ناويين تعملوا ايه بقى في الاجازه؟ احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في الحلقه الماضيه هنعمل ايه في الاجازه، هنعمل ايه؟ لازم ولادنا يحفظوا القران، لازم يتعلموا القران، وانا يمكن قلت في اللقاء الماضي عن تجربه معهد معلم القران بمدينه دكتور بالحي الاول، اننا بفضل الله تعالى بنحفظ الناس القران ومعاها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وايه المشكله؟ الاجازه، فتره اجازه 3 شهور نستفيد، نغتنم الفرصه، وحد مننا ممكن يقول انا في 3 شهور دول هكتب المصحف كاملا من ابنائنا وبناتنا، صح ولا ايه؟ اي نعم صح فعلا. فالامر يسير، محتاج مننا بس يكون عندنا همه، احنا عندنا همه في حاجات كتيره قوي، عايزين الهمه تبقى مع القران ان شاء الله. القران منهج حياه. وقبل ما اشكر ضيفي في الاستوديو، ان شاء الله باذن الله تعالى غدا لي لقاء في مسجد العلي العظيم بالحي السابع مدينه اكتوبر، لسكان مدينه اكتوبر اللي يحب يحضر ان شاء الله لقاء جديد بشكل جديد ان شاء الله، اتمنى ان ربنا يتقبله منا ان شاء الله وينفع بنا وبكم جميعا ان شاء الله الامه الاسلاميه. تشرفنا بمدينه العريش. العريش الله يسامحك. طيارة. رفع الله قدرك شيخ محمد. في نهاية الحلقة بنشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ محمد الكاشف، جزاك الله خيرا وشكر الله هذا السعي. أنت أتيت من العريش وتسافر العريش الآن. إن شاء الله. أسأل الله أن يوسع لك الطريق إن شاء الله. وضيف الثاني الشيخ وائل نور الدين. مالك لسه الآن خلاص الحلقة خلصت شيخ وائل. بارك الله فيك شيخ وائل. كما أشكر جميع العاملين في قناة الرحمة، جزاهم الله عن خير الجزاء. وأخص بينهم فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي، وبجدد الطلب من الأستاذ محمود حسان بوجود مترجم إشارة لدرس الشيخ محمد حسان، وليه ما يكونش لكل دروس قناة الرحمة، إن شاء الله يا رب يلاقي هذا الطلب قبول عند الأستاذ محمود حسان. أختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس، بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني، اقرأ وارتق بالقرآن.
اقرأ وتمسك بالرحمة، فالرحمة بستان الحكمة. أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة. اقرأ وتأن مع المهرة فهنا